الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئاً من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نؤمل أن ندخل بسببه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لكم ذنوبكم، وأن ييسر لكم أموركم، وأن يدخلكم الجنان. فلعلنا نقرأ شيئاً من أحاديث كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فليتفضل القارئ مشكوراً. بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: عن أبي وائل قال: جئت وجلست مع شيبة رضي الله عنه في هذا المسجد على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس إلي في هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما. أبو وائل شقيق بن سلمة من التابعين ومن العلماء رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من العناية بزيارة هذا البيت والقرب منه والحرص على مداومة زيارته. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد تطرأ في ذهنه بعض الأفكار والهموم، وعندما يعرضها على النصوص الشرعية يعلم أن ما ظنه من صواب هذه الأفكار لا يصح الاعتماد عليه. وفي هذا دلالة على ما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم من تقديم الأدلة الشرعية على عقولهم ورؤاهم، وفيه أن النقل مقدم على ما يظن أنه من العقل. وقوله هنا قول عمر: لقد هممت ألا أدع فيها، أي لا أترك فيها صفراء يعني من الذهب، ولا بيضاء يعني من الفضة، إلا قسمته بين المسلمين. قد كان الناس في عصورهم الأولى يهدون للكعبة هدايا مختلفة فيضعونها في البيت، فرأى عمر برأيه المجرد أن يقوم بقسمة ما وصل إلى هذا البيت من هذه الهدايا على المسلمين، وقال: البيت لا ينتفع بتلك الهدايا، والمسلمون ينتفعون بها في مآكلهم وفي حاجاتهم. فقال له شيبة بأن هذا الاجتهاد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا هو المعني بقوله: إن صاحبيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لم يفعلا. وفي هذا حرص الصحابة على الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بهذا على جواز الاعتماد على فعل الخلفاء الراشدين، وفي مقدمتهم
أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ممن يقتدى به في الخير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. نعم. في هذا الحديث ذكر ما يكون في هذا البيت في آخر الزمان، فإنه يأتي إليه ذو السويقتين من الحبشة ويقوم بهدم هذا البيت، يعني الكعبة المشرفة. وفي هذا بيان أن الله جل وعلا قد يقدر من الأقدار ما تنفر منه النفوس، وما يكون مضادا لمقصد الشريعة لحكم يراها سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث دلالة على أنه قد يتعطل فعل الناس وتتعطل الأنساك في هذا البيت في بعض الأزمان. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال للركن: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم استلمه ثم قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه. في هذا الحديث ذكر مكانة الحجر الأسود وما تعلق به من عبودية استلامه وتقبيله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبودية لله عز وجل. فإن الطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود إنما يفعله المؤمنون قربة لله جل وعلا وطاعة له سبحانه وتعالى، وما من ديانة إلا وفيها شعار يؤدي الناس الصلاة إليه. فاليهود يصلون إلى بيت المقدس، والنصارى يصلون إلى المشرق، وأهل الإسلام يصلون إلى هذا البيت الكعبة المشرفة. وفي الحديث اعتقاد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن هنا فإن العبد لا يتوجه بالدعاء إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يستنصر إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يطلب الهداية إلا من الله، ولا يطلب الرزق إلا من الله جل وعلا. وفي هذا الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله العبادية، ولو لم نكن نعرف المعنى فيها. ولذا يشرع لنا استلام الحجر الأسود وتقبيله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي هذا الحديث مشروعية الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل يراد به الإسراع في الخطى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل الأشواط الثلاثة في طواف القدوم وطواف العمرة، وبالتالي فإن الرمل من مستحبات الطواف. وقوله: إنما كنا رأينا به المشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة اعتمر عمرة القضية، وكان البيت تحت ولاية قريش ولم يكونوا أسلموا بعد. فشاعت الشائعة بين أهل مكة فقالوا: يقدم إليكم أهل المدينة
قد وهنتهم أي أضعفتهم الحمى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر جلده وجلد أصحابه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم قد رمل في الأشواط الثلاثة من طوافه من أجل أن يريهم قوته، واضطبع بإحرامه بحيث يخرج يده اليمنى ليري أهل مكة ما عندهم من قوة في أبدانهم. فإن قال القائل بأن هذا فعل لسبب وهو مشاهدة المشركين وقد زال هذا السبب، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في السنة العاشرة ولما اعتمر عمرة الجعرانة رمل في أشواطه الأولى الثلاثة واضطبع في طوافه، مما يدل على أن هذا الحكم باق. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان يرمل من الحجر الأسود إلى أن يصل إلى الركن اليماني ثم يمشي، وذلك أن قريشاً كانوا بحذاء حجر إسماعيل، ولكن في حجته في طواف القدوم وفي عمرته الأخرى رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فدل هذا على استحباب الرمل. وإذا كان الإنسان عند قربه من البيت لا يستطيع الرمل قيل له الأولى بك أن تبتعد من أجل أن تتمكن من الرمل. وقوله في هذا الحديث وقد أهلكهم الله، يعني أن المشركين قد زالت ولايتهم عن مكة وأصبحت بلاداً إسلامية. ثم قال عمر رضي الله عنه شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرمل، فلا نحب أن نتركه، فقدم الاتباع على ما رآه بذهنه. المشروع للعبد أن يقدم اتباع النصوص كتاباً وسنة على آرائه الشخصية واجتهاداته الذاتية. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، وصلينا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد بشيء، فسترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. وقال لخديجة رضي الله عنها بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة رضوان الله عليه، وأبوه أيضا من الصحابة. وقوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع، الأولى عمرة الحديبية وكانت في السنة السادسة، وقد رده المشركون فلم يتمكن من إكمال عمرته فذبح هديه وتحلل، وعقدوا صلح الحديبية في تلك السنة، وكان من بنود الصلح أن يعتمر من قابل أي في السنة الآتية، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، ولعلها هي العمرة التي يتحدث عنها عبد الله بن أبي أوفى في هذا الحديث. ولم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، واعتمر صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة مع حجته لأنه حج قارنا، كما اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من الطائف في السنة الثامنة. و
بالتالي هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على مشروعية أداء العمرة. وقد أخذ الإمام مالك من هذا أن المشروع ألا يعتمر الإنسان في السنة إلا مرة واحدة، وهناك من رأى أنه لا يعتمر إلا كل 4 أشهر، وهناك من قال بأنه لا يأتي في السفرة الواحدة إلا بعمرة واحدة. والعمرة عمل صالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما ما لم تغشى كبيرة. وفي الحديث مشروعية الطواف في العمرة، وهو ركن من أركانها، لا تصح العمرة إلا به. وفي الحديث مشروعية صلاة تحية الطواف، والجمهور على أنها من المستحبات خلافاً لبعض الظاهرية، ويدل لقول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا 5 صلوات. وفي الحديث مشروعية يتخذ الإنسان حوله حماية متى خشي على نفسه، ولذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من يستره من الناس، فإن المشركين كانوا مسيطرين على مكة في ذلك الوقت، فخشوا أن يتصرف بعض سفهائهم بتصرف يناقض ما عاهد أهل مكة عليه. وفي الحديث مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وأنه جزء من العمرة، وقد دل على وجوبه عدد من الأحاديث. وفي الحديث الاجتماع ووجود الجماعة الذين يؤدون نسك العمرة سوية. وفي هذا الحديث السعي إلى حماية أهل الخير والصلاح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في السنة 7 في عمرة القضية، مما يدل على أنه ليس من شروط العمرة ولا من أركانها أو واجباتها دخول الكعبة. وفي الحديث ذكر أن المعتمر يتحلل بعد حلقه أو تقصيره الذي يكون بعد الطواف والسعي. وفي الحديث فضل خديجة رضي الله عنها والشهادة لها بأنها من أهل الجنة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ناصرته 10 سنين في أوائل دعوة الإسلام، وماتت في السنة 10 من البعثة قبل الهجرة ب3 سنين. وأغلب ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من ذريتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم، وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وإنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. في هذا الحديث ذكروا عمرة القضية، وهي العمرة التي وقعت في السنة 7. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يقدم الإنسان على بلاد غير أهل الإسلام متى كان يريد أن يقضي حاجة، سواء كانت دينية أو دنيوية، فإن مكة في ذلك الزمان كانت من بلاد المشركين، وقد قدم إليها صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤدي العمرة. وفي الحديث من الفوائد مشروعية
مجابهة الإشاعات بأداء الفعل الذي يزيل أثر هذه الإشاعات، فإن أهل مكة قد أشاعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضعفاء الأبدان، قد وهنتهم الحمى، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب مقالتهم هذه. وفي الحديث استحباب الرمل، والأمر هنا قد صرف عن أصله من الوجوب إلى الاستحباب، إذ أن هذا الأمر قد كان لسبب، وبالتالي فالأمر هنا لا يحمل على أصله من الوجوب. وفي الحديث أن الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأشواط الأربعة الباقية فإنه لا يستحب الرمل فيها. وهكذا الرمل خاص بطواف القدوم وطواف العمرة فقط، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف المستحب فإنه لا يشرع الرمل فيها. وفي الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرملون في عمرة القضية من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته رمل من الحجر إلى الحجر، فكان الأمر على ذلك. ولعله إنما ترك الرمل بين الركن اليماني والحجر الأسود من أجل الإبقاء على أصحابه وإبقاء ما لديهم من قوة في أبدانهم. وفي الحديث من الفوائد مشروعية السعي بين الصفا والمروة، ومشروعية الإسراع في المشي بين العلمين في مجرى الوادي بين الصفا والمروة. وفي الحديث استحباب إظهار القوة، قوة المسلمين أمام أعدائهم، ليكون هذا من أسباب زراعة الهيبة، هيبة المسلمين في قلوب أعدائهم. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن الأسود أول ما يطوف، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4 في الحج والعمرة، فركع حين قضى طوافه بالبيت خلف المقام 2، ثم سلم فانصرف، فخرج إلى الصفا يطوف بين الصفا والمروة 7 أشواط، وكان يسعى بطن المسيل إذا كان بين الصفا والمروة، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال ابن شهاب: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير طريق سالم قيل لابن عمر رضي الله عنهما أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا معه، فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك، فإن معنا هديا. وكان عبد الله بن عمر لا يمشي إذا بلغ الركن اليماني إلا أن يزاحم على الركن، فكان لا يدعه حتى يستلمه، وكان يقول: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقيل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقيل لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما يمشي ليكون أيسر لاستلامه. ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري من علماء التابعين، قد روى عن جماعة من الصحابة، وهنا روى عن سالم وغيره. وقوله هنا: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يراد به أحد معنيين: المعنى الأول أنه جمع بين الحج والعمرة في سفرته تلك، ومن هنا أطلق جماعة من العلماء على القران اسم التمتع، وأوجب على القارن الهدي كما يجب على المتمتع، كما في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد اختلف أهل العلم في نوع النسك الذي نسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر من أقوالهم أنه كان قارناً لكونه قد ساق الهدي. وفي هذا الحديث مشروعية ذبح الهدي بالنسبة للقارن والمتمتع على سبيل الوجوب، ولغيرهما على سبيل الاستحباب. وقوله: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، يعني أنه قد قدم به من هناك، وذلك لأن الماشية في زمانهم قليل، فاحتاج إلى أن يقدم بهديه معه. وفي هذا الحديث أن من قدم إلى البيت فإنه يبدأ بالطواف ثم السعي، فأما المتمتع والمعتمر فإنه يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي الحج ويتحلل، وأما بالنسبة للقارن والمفرد فإنه يطوف طواف القدوم المستحب ثم يسعى سعي الحج الواجب، ولا يقصر ولا يحلق، ويبقى على إحرامه حتى يأتي ببقية مناسك الحج. وفي هذا الحديث من الفوائد متابعة الناس لقوادهم في طاعة الله جل وعلا، ونوع النسك الذي ينسكونه. وفي الحديث أن بعض الصحابة لم يأتي معه بالهدي. وفي الحديث من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يقلب نسكه من القران والإفراد إلى التمتع، فيقلب نسك الحج إلى أن يجعله عمرة. وقد قال الظاهرية بوجوب ذلك على من قدم قبل يوم عرفة،
وقال الحنابلة بأنه جائز بل هو من المستحبات، لكنهم لا يوجبونه ويقولون إنما وجب في عهد النبوة، أما بعد ذلك فإنه على سبيل الاستحباب. وجمهور أهل العلم يرون تحريم قلب النسك من الحج إلى العمرة، ويرون أنه لا يجوز للإنسان أن يقلب نسكه من الإفراد والقران إلى التمتع، وهم محجوجون بأحاديث متعددة منها حديث الباب. وفي الحديث أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل منه حتى يأتي وقت ذبح الهدي. وفي الحديث من الفوائد مشروعية ركعتي الطواف، وفي الحديث من الفوائد أيضا أن من لم يجد الهدي من المتمتعين والقارنين فإنه يصوم 3 أيام من أيام الموسم، ويصوم 7 بعد أيام الموسم، وهي المراد بقوله إذا رجع إلى أهله. وفي الحديث من الفوائد استلام الحجر الأسود وتقبيله قبل بداية الطواف، وبالتالي يستفاد من هذا مشروعية التكبير عند بداية الطواف. وفي الحديث من الفوائد مشروعية واستحباب الرمل في الأشواط 3. هذا الحديث يتحدث عن حجة الوداع، وقد كانت في السنة 10 ولم يكن للمشركين ولاية على مكة، ومع ذلك رمل صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على بقاء حكم الرمل وأنه على الاستحباب. والرمل لا يكون إلا في الأشواط 3 الأولى فقط، أما الأشواط 4 الأخيرة فإنه لا يشرع الرمل فيها، بل المشروع فيها أن يمشي الإنسان فيها. وفي الحديث من الفوائد استحباب ركعتي الطواف، واستحباب أن يكون ذلك خلف المقام، مقام إبراهيم، إذا لم يؤذي الإنسان به غيره. وفيه أن هذه الصلاة تكون بركعتين. وفي الحديث أن السعي بين الصفا والمروة يشرع بعد الطواف بالبيت، وقد دلت النصوص على أن السعي لا بد أن يكون مقارناً للطواف. وفي الحديث استحباب الإسراع في المشي في الوادي الذي كان يقطع السعي بين الصفا والمروة، وكان هناك واد يسير إذا كثرت مياه الأمطار فيقسم المسعى قسمين وهو أقرب إلى الصفا، ثم يأخذ جهة اليسار ويجعل البيت على يمينه، ثم يذهب إلى منطقة إجياد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في نسك بخلاف الطواف، فقد يطوف الإنسان بغير أن يكون في نسك، أما السعي فإنه لا يشرع للإنسان أن يفعله إلا في نسك حج أو عمرة. وفي الحديث أن السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ذهابه سعي وشوط وعوده شوط آخر. وفي هذا الحديث من الفوائد أن موطن الوادي الذي يقطع المسعى بين الصفا والمروة يستحب الإسراع فيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في ذلك الموطن. وفي الحديث أن القارن يبقى على إحرامه
بعد طوافه طواف القدوم وسعيه، وأنه لا يتحلل بل يستمر على إحرامه حتى يمضي إلى عرفة وهو محرم. وفي هذا الحديث مشروعية ذبح الأضاحي في يوم عيد النحر، وقد أجاز فقهاء الحنابلة والشافعية الذبح للنحر من منتصف ليلة العيد، بل أجاز بعض الشافعية أن يذبح الهدي من أول الشهر، والجمهور على أنه لا يجوز أن يذبح إلا في وقت الرمي، لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والمحل يشمل المكان والزمان، وتقصير الشعر والإحلال لا يكون إلا بعد أن يغادر الإنسان المزدلفة. وفي هذا الحديث ذكر طواف الإفاضة، وقد طافه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، وفيه أن من رمى وحلق وطاف بالبيت حل له كل شيء، وأصبح عنده التحلل الأكبر. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصحابة الذين ساقوا الهدي اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في البقاء على إحرامهم. وفي الحديث من الفوائد أن من لم يسق الهدي فإنه إذا طاف وسعى أول ما يقدم قصر وتحلل وأصبح متمتعا. وفي الحديث أن ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كما في قول أنس: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة وحجة. وفي الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية وذكر نوع النسك من مناسك أو من أنساك الحج. وفي الحديث أن قلب النسك من الإفراد إلى التمتع لمن لم يسق الهدي كان واجباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وفي الحديث فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومكانته في الإسلام، حيث بعث إلى المدينة وأرسل إلى المدينة لقضاء حوائجهم وتولي القضاء عليهم. وفي الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وقوله: فإن معنا أهلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عليا بأن فاطمة قد حجت معهم في تلك السنة. وفي الحديث جواز أن يعلق الإنسان نوع النسك عنده بنسك غيره، كما علق علي رضي الله عنه نسكه بنسك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان علي قد ساق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم بأن يكون قارنا. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة، وقد رمل صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فأخذ ابن عمر بذلك، وأخذ غيره بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وفي الحديث استحباب تقبيل الحجر الأسود لمن قدر عليه ولم يشق عليه، وكان ابن عمر من شدة حرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزاحم المزاحمة الشديدة على الحجر الأسود، فكان لا يتركه حتى يستلمه في كل شوط من أشواطه. وفي الحديث مشروعية استلام الركن اليماني،
وكما قال ابن عمر: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وفي الحديث مشروعية تقبيل الحجر الأسود في كل شوطة وكل طواف يطوفه الإنسان. وفي الحديث إبعاد الآراء الشخصية عن مقابلة السنة ومزاحمتها. ولذا قال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، يعني ولا تأتي بها في مقابلة النصوص. وفي الحديث مشروعية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله العبادية، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقيل لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ يعني من المعلوم أن الإنسان في الأشواط الثلاثة الأولى يستحب له الرمل، وحتى بين الركن اليماني والحجر الأسود، ولكن ابن عمر كان يمشي بينهما، وترك الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على تقبيل الحجر الأسود، ولذا قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.